أهلا بكم. رأى عضو تكتل لبنان القوي النائب سيزار أبي خليل أن رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري يحاول كسب الوقت، وإذا كان قادرا على تأليف الحكومة بلا حزب الله فليفعل ذلك. وفي حديث لحوار اليوم من الأو تي في قال: مع كل احترامنا لفرنسا، أنا لا أستطيع السماح بأن دولة فرنسية هي تسمي وزراء بالحكومة اللبنانية، فالسوري فعلها سابقا وقاومناه. تمنى عضو كتلة المستقبل النيابية على رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون ورئيس الحكومة المكلف أن يسكروا الباب على أنفسهم ويتفقوا فيما بينهما، لأن الحكومة لا تشكل إلا بتفاهم الاثنين. وسأل عبر الأو تي في: ألا يستأهل الحريري أن يعطى فرصة 6 أشهر؟ وإذا ليس هناك تمسك بالثلث المعطل فسأتأذن تؤلف الحكومة سريعا. وقال: يترك لنا باسيل وحدة المعايير وخلينا نركز على معيار واحد وهو الاقتصاد. أعلن رئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب أن أنظمة التمييز العنصري سقطت في كل العالم، ونظامنا نظام تمييز مذهبي وسنسقطه، داعيا الشباب للاستعداد، معتبرا أن هذا نظام ساقط ومرفوض. وقال في تغريدة عبر حسابه على تويتر: ندعو للمساواة في كل شيء، وهذا النظام لا يعنينا. نفت مصلحة العلمية الزراعية أي خبر نسب إليها على وسائل التواصل الاجتماعي عن عواصف ثلجية قوية الأسبوع المقبل، وإذ أوضحت أنها تستعمل التطبيق الذكي لاري لاب والواتساب والموقع الإلكتروني لنشر المعلومات الصادرة عنها دون غيرها من وسائل التواصل الاجتماعي، أكدت أن طقس الأسبوع المقبل مستقر إلى متقلب الأربعاء 23 والخميس 24، مع احتمال أمطار متفرقة وبرودة في الطقس مساء الجمعة 25 والسبت 26 كانون الأول، مع تشكل الصقيع ليلا. نهاية الموجز، إلى اللقاء.